نشرة الأخبار على قناة يمن شباب الفضائية، نبدأها بالعناوين. الرئيس هادي يثني على المشاركة الفاعلة للسودان في دعم شرعيها، ورئيس الوزراء يصل ألمانيا في زيارة رسمية. اليمن تدين هجمات القطيف وتؤكد أنها لن تفلح في النيل من استقرار السعودية. منظمة التعاون الإسلامي تدعو للوقوف مع الشرعية ونبذ دعوات الانفصال، ووزراء خارجية الخليج يؤكدون وقوفهم مع الوحدة اليمنية. أهلا بكم. أشاد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بالمشاركة الفاعلة والناجحة للسودان في دعم الحكومة الشرعية في معاركها ضد ميليشيا الحوثي وصالح. وأثنى الرئيس هادي على جهود السودان الكبيرة التي تبذلها إلى جانب اليمن من خلال مشاركتها الفاعلة والناجحة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية وإنهاء الانقلاب. وقال في بريقية عزاء بعثها إلى نظيره السوداني عمر البشير في استشهاد 2 من جنود القوات المسلحة السودانية المشاركين ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن موقف السودان وجهودها ستظل محل تقدير الشعب اليمني كافة. قال مصدر في مكتب نائب الرئيس علي محسن صالح إنما تناوله نشطاء ووسائل إعلام حول مذكرة منسوبة إلى النائب مزورة ومكذوبة. وهذا وكان النشطاء قد تداولوا مذكرة منسوبة لنائب الرئيس موجهة إلى الرئيس هادي يطالب فيها باتخاذ موقف من المجلس السياسي الانتقالي الجنوبي الذي أعلنته فصائل في الحراك الجنوبي. وسخر المصدر في المكتب من المذكرة وقال إن هذا الخطاب المزعوم كاذب ومزور ولا أساس له من الصحة، وهو أسلوب رخيص يعبر عن حالة الإفلاس القيمي والأخلاقي لمن يقف وراءها. هذا وبدأ رئيس الوزراء أحمد بن دغري اليوم زيارة رسمية إلى ألمانيا تستغرق عدة أيام. ومن المقرر أن يلتقي بن دغري نائب المستشارة الألمانية وزير الخارجية زينجمار جابرييل لبحث العلاقات الثنائية بين اليمن وألمانيا. وسيلتقي بن دغري خلال زيارته بعدد من المسؤولين والبرلمانيين الألمان، كما سيشارك في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني. وستمثل لقاءات رئيس الوزراء في زيارته التي يرافقه فيها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ووزيرة الشؤون القانونية نهال العولقي عددا من المسؤولين والبرلمانيين الألمان، إلى جانب مشاركته في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اتصالات هاتفية مع نظرائه في السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان، كرست لبحث تطورات الأوضاع في اليمن ودعم الحكومة الشرعية في مواجهة الانقلابيين. وثمن الوزير المخلافي مواقف العواصم الخليجية الأربعة دعم الشرعية وإنقاذها لليمن من الفوضى والخراب اللذين فرضتهما ميليشيا الحوثي وصالح المدعومة من إيران. وأشار وزير الخارجية إلى أن عاصفة الحزم عملت على وضع حد للأطماع والتدخلات الإيرانية في المنطقة، وأمنت المكاسب الاستراتيجية للشعب اليمني ودول المنطقة والدول العربية كافة، مشيدا بحرص دول الخليج على السلم وإيقاف الحرب التي أشعلها الانقلابيون في اليمن. من جهتهم جدد وزراء خارجيات السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر وعمان وقوف بلدانهم إلى جانب أمن واستقرار اليمن ووحدتها وشرعيتها الدستورية. وجددوا خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها معهم الوزير المخلافي، جددوا دعم بلدانهم لليمن حتى إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية والأمن والاستقرار إلى كافة المدن والمحافظات اليمنية. حذرت منظمة التعاون الإسلامي من مزيد من تفكك الكيان اليمني نتيجة للتصرفات الأحادية التي تتم خارج نطاق الشرعية. وقال العثيمين إن أي تصرف أحادي وخارج نقاط الشرعية ونطاقها سوف يؤدي إلى مزيد من التشرذم والتفكك داخل الكيان اليمني الواحد. هذا ويعمل على إطالة أمد الصراع بجميع أبعاده. وحث المسؤولون في منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف اليمنية على الوقوف مع الشرعية ونبذ دعوات الفرقة والانفصال، مجددا التزام منظمة التعاون الإسلامي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي. تجلت واحدية القضية والمصير المشترك لشعوب ودول المنطقة ضد التهديدات الإيرانية من خلال التعامل مع الموقف بعد إقدام البعض على خطوة انقلابية في عدن تمس مباشرة أمن وسلامة اليمن ودول الخليج عامة.
رفض لقرارات الرئيس هادي وحشد لإضفاء صبغة شرعية لتحركات ما بعد الرفض، ومن ثم إعلان مجلس انتقالي للجنوب. هكذا بدأت قصة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي ووزير الدولة المقال هاني بن بوريك، قصة التمرد التي وصفت بأنها لا تقل خطورة عن التمرد الحوثي الذي انتهى إلى انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية. الرئيس هادي اجتمع بمستشاري وصدر عن الاجتماع بيان رافض لما سمي بتشكيل مجلس انتقالي جنوبي يقوم بإدارة وتمثيل الجنوب، مؤكدا أن تلك التصرفات تتنافى كليا مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا، وأنها تستهدف مصلحة البلد ومستقبله ونسيجه الاجتماعي ومعركته الفاصلة مع ميليشيا الانقلاب. وأوصى الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز التوافق والسير صفا واحدا لإنجاز المهمة الأساسية في إنهاء الانقلاب وإيقاف أي أعمال تتنافى مع المرجعيات الثلاث، وبما يحقق الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. إلى الأشقاء في التحالف والعربي جميعا وجه رئيس الوزراء بن داغ رسالته بألا يمكنهم أن يمضوا صامتين وهم يراقبون الأحداث في المناطق المحررة في اليمن وتنتقل من حالة إلى أخرى، وأن عدن وأزمتها اليوم إما أن تكون بداية لمعالجة المشكلات أو بداية لهزيمة سوف تكبر مع الأيام، وحذر من أن تقود هذه الخطوات إلى المصير الذي أوجده تمرد وانقلاب الحوثي والصالح في البلاد. مجلس التعاون الخليجي أصدر بيانا جدد فيه مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث. استمر تصعيد الشرعية ضد المجلس الانتقالي ومعه بدأت التصدعات والتخلي، وأعلن بعض أعضائه تمسكهم بالرئيس هادي وشرعيته وأن المجلس لا يعنيهم بشيء، كما وصف مؤسس الحراك الجنوبي العميد ناصر النوبة المجلس بأنه يستهدف الرئيس هادي والمرجعيات الثلاث وأن القائمين عليه لا يمثلون الجنوب. استدعي قادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض، فهل ستسمح الشرعية ومن خلفها التحالف العربي للقضية الجنوبية بأن تظل طريقها كقضية صعدة؟ أم أن الاستدعاء جاء من أجل إنهاء الخطوات الانفعالية؟ أكد اجتماع عقدته الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع على الالتزام بوثائق المؤتمر ومخرجاته بوصفها مخرجات جامعة تخدم حضرموت حاضرا ومستقبلا. الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المؤتمر المقدم عمرو بن حبريش دعا جميع أبناء حضرموت في الداخل والمهجر إلى الاصطفاف حول مصالح حضرموت وأبنائها التي نصت عليها قرارات وتوصيات المؤتمر ووثائقه، ونصت التوصيات مؤتمر حضرموت على تأييد استقلال إقليم حضرموت في نطاق دولة اتحادية يمنية تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني. أعلنت مرجعية قبائل وادي حضرموت وقوفها إلى جانب الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي وتمسكها بالمرجعيات الثلاثة المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وأكدت في بيان لها تمسكها بإقليم حضرموت كامل الصلاحيات ضمن إقاليم اليمن الاتحادي. حول هذا الموضوع ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا. بداية، ما تقييمك لمجمل المواقف وردود الأفعال تجاه إعلان الزبيدي لمجلس الجنوب؟ كانت خطوة تشكيل المجلس السياسي أو الخطوة التالية سمي بالمجلس الانتقالي، كانت هي عملية تصعيدية انفعالية ردا على قرارات الإقالة التي طالت محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، وإقالة الوزير هاني بن بريك وإحالته إلى التحقيق. هذه الخطوات ما كانت لتحصل، أو هذا التصعيد ما كان ليتم لولا وجود ضوء أخضر إقليمي وهي دولة الإمارات بالتحديد، التي رأت أن القرارات استهدفتها واستهدفت أدواتها في عدن. لكن إجمالا الخطوة الانفعالية قوبلت بردة فعل رافضة من قبل كل مكونات المجتمع، سواء في عدن سواء في المحافظات، القيادات
السياسية المجتمعية التحرك الخليجي، بيان مجلس التعاون الخليجي، الجامعة العربية، الداخل والخارج. نعم، من خلال كل هذا التصعيد الذي ذكرته، كيف ترى مصير هذا المجلس؟ إلى أين سيذهب؟ المجلس سيحاول يعني التصعيد، وبالأمس اجتمعوا ودعوا إلى فعالية في 21 من الشهر الجاري وسموها لتأييد إعلان المجلس الانتقالي، لكن هذا مرهون بتحرك آخر من قبل المملكة العربية السعودية، من قبل الحكومة الشرعية. قيادة المجلس الانتقالي حاليا هي في الرياض، ويعني الأمر مرهون بموقف قوي ورافض يتبع أو يترجم القرارات التي سمعناها من دول التحالف. نعم، هناك أيضا مفكرين خليجيين يعني أكدوا أن الزبيدي وجماعته يعملون لصالح مشروع إيران، لكن لابد أن يكون هناك موقف يتخذ من قبل التحالف. برأيك ما هو الموقف المتوقع من قبل التحالف تجاه إصدار هذا المجلس؟ موقف التحالف ينبغي أن يتجه إلى شقين، الأول إلى قيادة مسؤولية المجلس الانتقالي، وهي أنكم تلعبون بالنار، أنتم تطعنون التحالف من الخلف، أنتم ترهنون عدن والجنوب إلى انقسام وتشظي جديد، وهذا ما ظهر من خلال الانقسام والرافض لهذه المشاريع المشبوهة. الموقف الآخر من التحالف ومن قيادة التحالف بالذات أن يتوجه إلى 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 دولة الإمارات الشقيقة، أي أن الصراع أو أي خلاف أو تباين مع الرئيس عبد الرب منصور هادي أو مع الشرعية يجب أن لا يكون إلى هذا المستوى، إلى تعريض المناطق المحررة إلى مثل هذه المآلات الكارثية. لا يصلح أن تكونون داعمين للشرعية وبالمقابل تشجعون كيانات تضرب الشرعية من الخلف. على يجب أن يكون هناك موقف حاسم، والموقف المحلي والموقف الإقليمي حتى الآن هو موقف قوي ومشجع، ولكن يجب أن يردع هؤلاء من المضي في تصعيدهم وفي حماقاتهم، لأنهم لا يحسبون العواقب، ومن أعلن هذا المجلس الانتقالي هو بالتالي لا يحسب العواقب ولا يحسب الكوارث التي يجر بها الجنوب ويجر بها القضية الجنوبية ويجر بها. لكن يرى البعض بأن هذا المشروع يخدم أو هو جزء من التمدد الإيراني في اليمن، خصوصا في الجنوب، كيف ترى ذلك؟ أي خطوات تطعن مسيرة التحالف في اليمن هي بالتالي تصب في مصلحة الانقلابيين الذين يحكمون صنعاء. لا نريد أن نقول أن بعض القيادات التي تقف اليوم على رأس هذا المكون كانت لديها ارتباطات سابقة وموثقة مع إيران وزارت إيران، وكنا قد يعني قلنا أنها انخرطت في مشروع التحالف ومشروع الشرعية، ولكن يبدو أنها بعد أن خسرت مكاسبها وخسرت مناصبها تريد أن تستعيد العلاقات السابقة، ولكن ذلك مرهون بموقف قوي وحاسم من الحكومة الشرعية من الدول التحالف وبالذات المملكة العربية السعودية. نعم، الكاتب والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أكدت اليمن أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت حي المسورة في محافظة القطيف شرقية السعودية لن يفلح في النيل من مواقف المملكة وعطائها ودورها الإقليمي والعالمي في محاربة الإرهاب والطائفية والتخريب. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن بالغ إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد شخصين أحدهما طفل وإصابة آخرين، مجدداً تضامن اليمن المطلق مع السعودية. تجمع الحركة الحوثية بالإرهابيين في منطقة القطيف بالسعودية النزعة الطائفية وارتباطهما بإيران التي تستخدم الشيعة أداة لتهديد استقرار المنطقة.
بنزعته الحوثية الطائفية تجاه المملكة العربية السعودية، أبدى رئيس مجلس الحوثيين السياسي تعاطفه مع الإرهابيين الذين هاجموا مقرات للأجهزة الأمنية في منطقة الماسورة بمحافظة القطيف السعودية وقتلوا عددا من السكان بينهم طفل سعودي لا يتعدى عمره العامين وفقا لوزارة الداخلية السعودية. رئيس المكتب السياسي للحركة الحوثية وصف الإرهابيين الشيعة في القطيف بالمقاومين، وأطلق على العمليات الإرهابية التي أودت بطفل سعودي ومقيم باكستاني بالملحمة الجهادية. وتمنى أن يزور القطيف ومنطقة العوامية حيث تتمركز عناصر إرهابية شيعية وتخطط فيها للقيام بعمليات إجرامية ضد قوات الأمن السعودية. العمليات الإرهابية التي تمكنت قوات الأمن السعودي من إخمادها في منطقة الماسورة في العوامية شرق السعودية تزامنت مع تصعيد للميليشيات الحوثية في المناطق الحدودية مع المملكة، لكنه تصعيد ينتهي كالعادة بمقتل عشرات الحوثيين وأسر وفرار العشرات. تجمع الحركة الحوثية بالإرهابيين في منطقة القطيف النزعة الطائفية وتحركها إيران، وتعتبرهما أدوات الثورة الخمينية في الجزيرة العربية. وقد أكدت شخصيات إيرانية عديدة أن الحركة الحوثية في شمال اليمن تمثل ظهرا للإرهابيين الشيعة في جنوب المملكة العربية السعودية وشرقها. وفي ظل التعاطف الحوثي الكبير مع العناصر الإرهابية في منطقة العوامية شرق السعودية وتفاعل الإعلام الحوثي معها، يرى مراقبون أن إخماد الحركة الحوثية في صعدة وتحرير المحافظة كفيل بضرب خطط إيران وإحراق أدواتها الطائفية. استشهد نازح وطفلان بانفجار لغم زرعته الميليشيا الانقلابية في قرية الرحب التابعة لجبل حبشي غربي تعز. وأفاد مصدر ميداني أن النازح محمد سالم وولده وسبطه قتلوا بانفجار اللغم المزروع جوار منزلهم أثناء عودتهم إلى القرية. وأشار المصدر إلى أن الميليشيا الانقلابية عمدت إلى زراعة الألغام بشكل كثيف جوار المنازل في الرحبة والكدحة وغيرها من المناطق غربية تعز قبل تحريرها. من جهة ثانية، أصيب المواطن حيدر الريمي برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي وصالح المتمركزة في معسكر الأمن المركزي، مبينا أن الريمي تعرض لإصابات بالغة مزقت كبده. وعلى الصعيد الميداني، تواصل قوات الجيش الوطني إحراز تقدم في جبهات القتال الغربية خاصة في المناطق المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد. وأشار مصدر عسكري إلى أن الجيش استعاد السيطرة على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي وصالح في منطقة الهاملية التابعة لمديرية موزع، مبينا أن تقدم المحرز يأتي تزامنا مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات ومعدات عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للميليشيات في منطقة البرح بمديرية مقبنة ومنطقة الهاملية في مديرية موزع. وفي الجبهة الشرقية، ذكرت المصادر إلى أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية في محيط وادي صالة ومعسكر التشريفات شرقي المدينة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلي المتحدث باسم القوات المسلحة العميد الركن عبدو مجلي. أهلا وسهلا بك. يا اهلا وسهلا واهلا وسهلا بك يا اخي العزيز وقناه شباب. اهلا بك. اطلعنا باجازه على اخر التطورات في الجبهات وابرز النتائج التي حدثت. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله سبحانه وتعالى انتصارات متواصله وسيطره على الارض بصوره مستمره. ففي جبهه مدينه تعز سواء الشرقيه والغربيه حقق الجيش الوطني تقدما ملحوظا وصد للتسللات الميليشيات الانقلابيه، وكل محاولة التسلل تبوب بالفشل أمام ضربات جيشنا الوطني الصمود الأسطوري في مواقع الشرف والبطولة. كما تتواصل الانتصارات وتحقيق المكاسب على الأرض من قبل جيشنا الوطني المسلول بطيران التحالف العربي في جبهة المخا والساحل الغربي وكذلك جبهة موزع، والذي أصبح جيشنا الوطني يحقق التقرب في المخا والساحل الغربي نحو منطقة موشق وهي أولى مناطق مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة. أما في مديرية موزع فتم السيطرة النارية على منطقة الهاملي واستعادة مواقع كثيرة أيضا بالقرب من معسكر خالد وإحكام الحصار على هذا المعسكر ومطاردة الميليشيات الانقلابية وفرارها إلى منطقة البرحي والنقيبة. كما استعاد جيشنا الوطني أيضا عددا من المواقع في منطقة موزع والسيطرة على طرق الإمداد والهيئات الحاكمة في هذه المديرية
سيطرة أيضا على مساحات شاسعة من الأرض بعد انهيار كبير في صفوف الميليشيات الانقلابية التي تنهار يوما بعد يوم وتجيد الفرار إلى منطقة النقيبة والبرحة. نعم. كذلك هناك انتصارات في جبهة الوازعية ومقبنة وجبل الحبشي ومختلف جبهات تعز، سواء كذلك منطقة الكدحة أو في الصبر والأقروض والأحكوم وحيفان وفي كافة الجبهات. نعم. كما أن هناك انتصارات متوالية في جبهات صرواح وكذلك نهم وكذلك جبهة الضارع وميدي، فالجبهات كلها وصعدها أيضا هناك تقدم كبير في مديرية كتاف جبهة البقع وكذلك في جبهة علبة. نعم، لكن عميد مجلي، يعني قوات الجيش الوطني محافظين على المكاسب التي تحققت على الأرض. نعم بالتأكيد، لكن من جهة مقابلة يعني نرى بأن هناك تصعيد من قبل ميليشيا الحوثي وصالح في ظل الظروف الراهنة التي الأمم، يعني الأمم المتحدة وأيضا تقوم بعملية مفاوضات وجهود أممية كما ذكرت، ما الهدف من هذا التصعيد رغم هذه الجهود التي تقوم بها الجهود الأممية أقصد؟ عفوا، حقيقة الميليشيات الإنقلابية سواء ميليشيات الحوثية أو أتباع المخلوع صالح بقيادتهما طبعا بعد كل التصعيدات أو كل المحاولات العسكرية والإعلامية أو السياسية بالفشل، لأنهم لم يصدقوا خلال الفترات الماضية، بل كان ديدنهم الخداع والتهرب من تلك الاتفاقيات. نحن في الجانب الحكومي أو جانب الدولة لدينا مرجعيات يرتكز عليها كافة الحوارات التي تمت في المستقبل والتي تمت في الماضي أقصد، ثم تتم في المستقبل، سواء القرار الدولي 2016 أو المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو مؤتمر الحوار الوطني. هذه المرجعيات الثلاث هي التي يرتكز عليها أي حوار وطني، والميليشيا الانقلابية هي خلال الفترات الماضية هي التي ترفض وتنقض تلك الاتفاقيات المزمع إجراؤها. نحن هدفنا السلام، لكن الانقلابيين هدفهم الحرب، هدفهم التدمير. نعم. هدفهم التدمير مقدرات الوطن والذي أصبح ينبذهم المجتمع اليمني بشكل عام في كافة المحافظات. نعم. بالنسبة للعاصمة صنعاء، خصوصا جبهة أرحب خاصة وأيضا محيط العاصمة، في ظل عملية خلط الأوراق بين الانقلابيين ومن يقف وراءهم، ألا يقتضي الوضع حاليا انتصارات عسكرية كبيرة في جبهة أرحب ومحيط العاصمة؟ حقيقة الجيش الوطني يسير نحو الخطة المرسومة من رئاسة هيئة الأركان بإشراف مباشر من قبل أخ رئيس الجمهورية ونائبه. هذه الخطط جاهزة، المقاتلين في الميدان جاهزين ومستعدين لتنفيذ الأوامر العسكرية. أصبحت قوات الجيش الوطني اليوم على تقوم أرحب السيطرة النارية الكاملة على منطقة الضبوعة وأجزاء كبيرة من أرحب. أصبحت نيران مدفعية الجيش الوطني تصل إلى القصر الرئاسي في ميدان 70 وتصل أيضا إلى ما كان يعرف بالفرقة الأولى مدرع سابقا، تصل أيضا إلى سكنات الإنقلابيين بالقرب من مطار صنعاء. الانتصارات متوالية، ويوما بعد يوم تخسر تلك الميليشيات خاضنتهم الشعبية أو تأييدهم من بعض شيوخ القبائل. اليوم أصبح المجتمع في مدينة صنعاء وما حولها أيضا وفي ضواحيها يرفض تلك الميليشيات الإنقلابية، وأصبح أيضا بين طرف الإنقلاب هناك تراشق. نعم. سواء تراشق إعلامي أو تراشق نيراني وتبادل. عميد مجلي، ماذا عن مدينة تعز؟ يعني مدينة تعز أهملت العملية العسكرية لاستكمال تحرير المدينة، رغم أنها ربما تكفل بإسقاط مخطط الانقلاب الجاري على أكثر من صعيد لإفشال الشرعية، لماذا أهمل استكمال تحرير مدينة تعز؟ ما هي الأسباب؟ تعز لم يهمل، تعز توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا، كذلك أن المقاتلين في الميدان هم الذين يصنعون النصر. تعز. نعم. إذا لماذا تأخرت عملية الاستكمال؟ بنسبة 80%، لم يبقى إلا 20%. إن شاء الله تعز فعلا كما قلت أخي العزيز تحتاج إلى مزيد من الدعم، مزيد من الإمكانيات. أما الروح المعنوية لدى الجيش الوطني فهي أقوى من معنويات الميليشيات الإنقلابية وأقوى أيضا من أسلحتهم. نعم. إذن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد الركن عبد المجلي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة في تعز تبدو غير سارة لقيادات حزب المؤتمر جناح المخلوع صالح،
وهي قيادات لطالما صمتت منذ بداية الحرب العدوانية للانقلابيين ضد المحافظة، وها هي قد دعت أو عادت للظهور حاليا من خلال مبادرة لإنقاذ ميليشيا الغزاة. تحررت المخاء، تلاها معسكر العمري، وتربط قوات الجيش الوطني في محيط معسكر خالد بن الوليد، وتقترب القوات نفسها من تحرير الخط الساحلي الرابط بين تعز ومدينة وميناء المخاء. ومن ثم تدخل القوات مرحلة تطهير أرياف تعز الشرقية والشمالية من جيوب الحوثيين والمتحوثين، كلها معطيات غير سارة لقيادة حزب المؤتمر جناح المخلوع، لا سيما قيادات مؤتمر تعز التي طالما صمتت منذ بداية الحرب ونطقت اليوم بمبادرة عبر حمود الصوفي وكذلك سلطان البركاني الشهير بحكاية قلع العداد. لكن ما الهدف من تلك المبادرة يتساءل اليمنيون، ومن ثم ما وراء هذه الشفقة التي يتصنعها قادة جناح المخلوع في تعز بشكل مفاجئ، في حين تختنق تعز بحصار ينفذه زعيمهم المخلوع وحليفه الحوثي منذ عامين، تعرضت للدمار والانهيار وعانى سكانها أبشع صنوف الانتهاكات، ومنعت الميليشيات دخول الأكسجين لأطفالها في المستشفيات. تساؤلات ترسم إجابتها المعطيات العسكرية والسياسية على الأرض، وبالأخص تلك المعطيات والمؤشرات في غرب تعز. فمبادرة البركاني والصوفي رجال المخلوع إنما هي تعبيرا عن الشعور بالهزيمة المؤكدة في تعز. تهدف مبادرة هؤلاء المشاركون في قتل سكان تعز الذين تحولوا إلى دعاة سلام أيضا، إلى توفير الحماية القضائية والأمنية لكل من تورط مع المخلوع والحوثي في ارتكاب جرائم بحق تعز وسكانها، إلى جانب ما تهدف إليه المبادرة من تسويق لقيادات مؤتمرية لإبقائها جزءا من أي حل قادم. دمرت ميليشيا الحوثي وصالح منزل أحد المواطنين في قيفة بمديرية ولد الربيع بالبيضاء وسط لمن، وقالت مصادر محلية أن الميليشيا فجرت بعبوات ناسفة منزل المواطن فضل الصراري في قرية صرار العشاش بقيفة بعد نهب محتوياته. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تفشي وباء الكوليرا في سجون الميليشيا بصنعاء. إصلاح عدن يجدد مطالبته. للكشف عن منفذي هجوم الإيرانيين. بإمكانكم متابعة قناة يمن شباب على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما يمكنكم التفاعل مع برامج القناة عبر صفحاتها في فيسبوك وتويتر. تمتعوا بمشاهدة أجمل البرامج من إنتاجات القناة وأقوى الإنتاجات العربية على قناة يوتيوب يمن شباب. أهلا بكم من جديد. طالب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة عدن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والنائب العام والمؤسسة الأمنية بسرعة الكشف عن منفذي الهجوم الإرهابي على مقر الإصلاح بالمحافظة. وقال في بيان صحفي أن منفذي الهجوم الإجرامي والإرهابي على مقره في 6 مايو الماضي وقاموا بإضرام النار فيه كانوا أفرادا يلبسون الزي الرسمي ويستخدمون السيارات التابعة للأمن، وأضاف أن الهجوم الإرهابي يمثل استهدافا للديمقراطية والتعددية السياسية وأدوات العمل السياسي وتهديدا لهوية عدن وسلمها الاجتماعي وقيم التعايش. أراد مرتكبوه أن يكون عود ثقاب يشعل الاضطراب والاقتتال وبخلط الأوراق ويبرر للفوضى والخراب لولا حرص الإصلاح وثباته على مبادئه وقناعته بالعمل السياسي السلمي والحضاري.
في حضرموت أعلنت السلطات تنفيذ خطة أمنية شاملة خلال الأيام القادمة لتأمين مديريات دوعاً وتعقب عناصر تنظيم القاعدة. وأوضحت مصادر عسكرية بأن قوات النخبة أعلنت حالة الاستنفار الأمني والعسكري في دوعاً، وأطلقت حملة لتمشيط عدد من المناطق الجبلية والنائية القريبة. أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن رصدها وتوثيقها 339 واقعة انتهاك بحق المدنيين خلال شهر أبريل الماضي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وقالت اللجنة بأنها تمكنت أيضا من توثيق 277 انتهاك بملفات مكتملة أنجزها راصدون بعد قيامهم بسلسلة مقابلات للضحايا وأخذ أقوال شهود العيان. تنوعت الانتهاكات بين استهداف وتدمير للأحياء المدنية والممتلكات وحالات للاختفاء القسري واعتقال تعسفي لمدنيين، كما شملت زرع ألغام وتفجير منازل وحالات قتل ناتج عن استهداف المدنيين. أكدت رابطة أمهات المختطفين تفشي وباء الكوليرا بين المخطوفين في سجون ميليشيا الحوثي وصالح خاصة في العاصمة صنعاء. وأشارت الرابطة في بلاغ صحفي أن الوباء تفشى مؤخرا في عدد من سجون الميليشيا، منها سجن احتياطي هبرة والسجن المركزي وسجن الأمن السياسي، مؤكدة أن العشرات من المخطوفين وصلت حالتهم إلى مرحلة من الجفاف الشديد. حول هذا الموضوع ينضم إلي عضو هيئة الدفاع عن المختطفين عبد المجيد صابر. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. أعطينا إيضاحات أكثر بخصوص أوضاع المختطفين وانتشار حالات الإصابة بالكوليرا. بالنسبة لوباء الكوليرا في السجون، هو يعني لم ينتشر إلا يعني لأسباب، يعني لم يأتي هكذا، يعني عدم الاهتمام بالحالة الصحية للمختطفين، ويعني أيضا من الناحية الأكل، فبعض السجون يعني في المجاري تطفح يعني إلى أوسط المختطفين. مثلا في احتياطي هبرة قال أنه المجاري تطفح في البدروم، وبدأ انتشرت الكوليرا وتم يعني إسعاف بعض الحالات، إلا أنها لم تعطى حتى العلاج اللازم، وبدأت تنتشر في بقية العنابر حق السجن، ويعني اسست اربع حالات، واليوم يقال انه في اربع حالات جديده. نعم. وكذلك في بقيه السجون يعني عدم الاهتمام بالجانب اربع حالات جديده، وسابقا كم عدد الحالات المصابه؟ الاربع، واليوم يعني بلغنا ان هناك اربع حالات جديده ايضا. يعني مجمل الاعداد الاصابات كم؟ الى الان حسب ما ورد يعني ثمان حالات في احتياطي هبره، ويعني لم تردنا اي حاله جديده من بقيه السجون، لكن يعني لا يستبعد ان تنتشر هذه الامراض، لانه تم تقدمنا بعده مرات بالمذكرات انه لا يعني الى النيابه العامه بمخاطبه الامن السياسي واحتياطي هبره والسجن المركزي، لان هناك يعني لا يوجد ادنى مقومات الحاله الصحيه والاهتمام بالمختطفين. يعني كيف توصلتم الى مثل هذه المعلومات عن اوضاع المختطفين وحالات الكوليرا في السجون؟ من خلال زيارة أقاربهم لهم، يعني يفيدوا بهذا الحالات وانتشارها، وبعضها يعني قد تم إسعافها، لكن قلنا لك إنه السبب الرئيسي هو يعني عدم الاهتمام بالجانب الصحي، حتى مجرد إنه يتم يعني يشتكون من عدم عرضهم حتى على الشمس، يعني التي هي من يعني إذا تم الله سبحانه وتعالى يعني الشمس لا يتعرضونها، وقد أصيبوا بأمراض أخرى نتيجة هذا. يعني الآن مرض الكوليرا هذا ربما ينتشر بشكل كبير جدا، يعني اذا لم يتم تلافي الحاله الصحيه وعلاج الحالات يعني بشكل نهائي التي قد اصيبت هل تم ابلاغ المنظمات الدوليه في صنعاء عن الاوضاع؟ يكفي يعني بالنسبه للاهالي ربما انهم بلغوهم، لكن يعني الاعلام قد يقول انه قد نزلت منظمه الصليب الاحمر الى احتياطي هبره، وبعد أن وصل إليهم هذا الكلام. نعم، هناك أي إجراءات إسعافية في سجون الميليشيات في صنعاء؟ أقد قلت لك أنه بالنسبة للإجراءات الإسعافية ليست بالمستوى المطلوب، يعني ليست بالمستوى يعني هناك حالات إسعافية لكن ليست مطلوبة. لا يعني حالة يعني الإسعاف لا يتم يعني بالشكل المطلوب، غير كافيه، يعني يعيدوهم الى بين زملائهم الذين لم يصابوا، المفترض انهم يتم عزلهم وعلاجهم حتى ينتهي المرض، لكن انك تسعفه وتعيده الى هناك ولا زال المرض يعني فيه، هذه يعني
مشكلة أصلا. نعم، إذا عضو هيئة الدفاع عن المختطفين عبد المجيد صبر كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. في الشأن الصحي، تأكد ظهور 5 حالات مصابة بالكوليرا في تعز طبقا لما أعلنته خلية طوارئ الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا بالمحافظة. حركة غير اعتيادية في طوارئ مستشفى الثورة بمدينة تعز، ازدحام للمرضى واستنفار للأطباء والممرضين، توافد للحالات وبشكل متسارع، تعاني الإسهال الحاد والجفاف وعلامات بارزة لوباء الكوليرا. طرش وإسهال شديد، لون أصفر يعني ماين. في المركز الوطني للمختبرات حذر مدير المركز الدكتور أحمد منصور من تداعيات الوباء بعد تأكد عدد من الحالات الواصلة إليهم في المختبر. من كل 10 حالات 3 حالات مؤكدة، هذا يعني أن معدل انتشار أو تفشي هذا المرض في المحافظة أصبح يمثل 30% من إجمالي عدد الحالات الواصلة إلى المستشفيات. في المستشفى الجمهوري حيث أعلنه مدير مكتب الصحة كمركز رئيسي لاستقبال حالات وباء الكوليرا على مدار الساعة، زرناه وتفاجأنا بالقمامة المكدسة بحوش المشفى على سيارات غير مؤهلة. وفي الداخل رئيسة المختبر تشكو من عدم وجود كادر ينقل الفحوصات إلى المختبر المركزي. أكيد موجود سوء تنسيق، لأنه كان المفروض أن المزارع هنا، هذا الصحيح يعني، علشان راحة للمريض وعلشان يكون فعلا إعلانه كمركز لمكافحة الكوليرا أن يكون مركز متكامل، ولكن عدم التنسيق متواجد. وبحسب الأطباء فإن الكوليرا تنتقل عبر المياه والأطعمة الملوثة، وللوقاية منها ينصح بالمياه المعقمة للطبخ والشرب والاهتمام بالنظافة الشخصية. منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق إلى ارتفاع عدد الوفيات بوباء الكوليرا في محافظات اليمن ومنها تعز إلى 51 حالة وفاة وأكثر من 27,000 حالة إصابة. ممرات السيول هذه أنقذت المدينة من كارثة بيئية محققة بعد أن حاصرها الإنقلابيون حتى من مكب القمامة الرئيسي، ومع انتشار الأوبئة ومنها الكوليرا تساعد هذه في إخراج النفايات مع كل هطول للمطر، وتكون بذلك قد فعلت ما لم تفعله السلطة المحلية. أمين دبوان، يمن شباب، تعز. قال مصدر طبي بمستشفى محنف بمديرية اللودر في أبين أن المستشفى استقبل 100 حالة مصابة بمرض الكوليرا في غضون 24 ساعة ماضية. وناشد المصدر وزارة الصحة والحكومة وأيضا التحالف العربي سرعة التحرك ودعم المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة. دشنت منظمة الأيادي النقية الأمريكية بالتنسيق مع الجمعية الطبية الخيرية بتعز مشروع دعم مستشفيات المحافظة وتلبية احتياجاتها من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بتكلفة تصل إلى 600,000 دولار أمريكي. منظمة الأيادي النقية منظمة أمريكية في تكساس، يعني تأسست في 2012 وهي تعمل في كثير من المجالات من ضمنها الإغاثة والبيئة والصحة، ومعها فروع في جميع الولايات الأمريكية. يعني لنا تقريبا أكثر من 4 أشهر ونحن نعمل حتى تصل إلى مدينة تعز، يعني في التعتيم حتى لا يتم اعتراضها في الكذا. هي تحمل مستلزمات مهمة جدا لمستشفيات تعز، ستوزع إن شاء الله على جميع مستشفيات تعز، على مراكزها الطبية. افتتح بمحافظة مأرب دورة تدريبية حول جمع الكلمة تهدف إلى اكتساب المشاركين مهارات في الخطاب الجامع الموحد للصف وجمع الكلمة واللحمة الاجتماعية. من أجل وحدة الصف وتوحيد الكلمة أقامت مؤسسة التنمية الشبابية دورة تثقيفية للخطباء والمرشدين في محافظة الجوف برعاية محافظ المحافظة وإشراف مكتب الأوقاف والإرشاد، وبحضور جمع غفير من الخطباء والمرشدين بمختلف توجهاتهم في المحافظة. الخلاف وتوسيعة الخلاف بين المجتمع المسلم المجتمع اليمني لا محل له بيننا ولا مكان له بيننا، فإن المجتمع اليمني مجتمع واحد ينبذ التعصب وينبذ الخلاف وينبذ التفرقة. الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي وتماسك بنيان المجتمع الواحد وما حثت عليه هذه الدورة وتبنته موقفا واضحا
حيال أي نوايا لتفكيك وتمزيق الخطاب المجتمعي العام الذي يقول هؤلاء أنهم بحاجة للتلاحم والاصطفاف حوله والتمسك به كخيار وحيد تلتف حوله كل المكونات المجتمعية. مما يثلج الصدر أيضا أن يكون من حضر في هذه الدورة وفي أمثالها هم من كل فئات المجتمع، من أحزابها وجماعاتها والشخصيات الاجتماعية، وهذا شيء طيب. هذه الدورة تعتبر سابقة من نوعها في الجوف، كونها تهدف إلى جمع الكلمة وتوحيد الخطاب الإرشادي والتوعوي ونبذ التفرقة والشتات، وتدعو إلى لم الشمل بين كافة طوائف المجتمع من كل توجهاتهم السياسية والدينية لمواجهة خطر الفكر الحوثي الدخيل على المجتمع اليمني. ماجد عياش، من شباب، محافظة الجوف. تقيم محافظة حضرموت المعرض التجاري والصناعي والتسويقي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك. مدينة المكلا أحد المدن اليمنية المحررة من تنظيم القاعدة، إذ تستعد خلال الأيام القادمة لافتتاح معرض الشهر الكريم الذي يأتي تحت رعاية محافظ محافظة حضرموت. نحن إن شاء الله على موعد يوم 15 مايو لافتتاح معرض شهر رمضان الكريم تحت رعاية الأخ محافظ محافظة حضرموت وكثير من الزوار التجار. طبعا هذه فرصة سعيدة أن احنا نلتقي مع جمهورنا ومع المستهلكين خلال السنة، وفرصة للتجار لعرض سلعهم تحت سقف واحد، وإن شاء الله بيكون معرض فقدناه من سنوات وإن شاء الله تكون عودته قوية هذه السنة. يشارك في هذا المعرض العديد من الشركات والمؤسسات لتقدم عروضا مناسبة ومخفضة لتلبي احتياجات الأسر والمجتمع من المواد الغذائية والتموينية للشهر الفضيل. شركة هيل سعيدا عم هي الشركة المجموعة الراعية الماسية للمعرض، والتجهيزات والتركيب على ما تشوفي على قدم وساق لاستكمال أقسام وجناحات المجموعة في هذا المعرض، والذي ستقدم من خلاله المجموعة منتجات للمستهلك بأسعار مناسبة تتلائم مع الوضع الاقتصادي وما يناسب وضع البلاد في هذه الظروف. من جانب آخر، تقدم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية خدمات أخرى للمواطنين في مدينة المكلا، وتقوم بتوزيع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة. بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، لبت مؤسسة العمل الثقافي الاجتماعي النسوية احتياجات الأسر الفقيرة وأسر الأرامل والمطلقات، وذلك بتوفير السلة الغذائية لسد بعض احتياجات هذه الأسر خلال شهر رمضان الكريم، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية والغلاء الفاحش التي تعاني منه البلاد. وكان ذلك تدشين هذه السلة بدعم من شركة اليمنية للإسمنت المحدودة. المكلا يوما وراء يوم تستعيد حريتها وتقف من جديد لتقول للعالم أجمع: أنا مدينة الأمن والسلام والأمان. أماني خليل، يمن شباب، المكلا. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الرئيس هادي يثني على المشاركة الفاعلة للسودان في دعم الشرعية، ورئيس الوزراء يصل ألمانيا في زيارة رسمية. اليمن تدين هجمات القطيف وتؤكد أنها لن تفلح في النيل من استقرار السعودية. منظمة التعاون الإسلامي تدعو للوقوف مع الشرعية ونبذ دعوات الانفصال، ووزراء خارجية الخليج يؤكدون وقوفهم مع الوحدة. وصلنا إلى الختام، في الساعات القادمة نلقاكم في أمان الله.